كانت مسمى التعادل غير مستحق، ولكن هو في النهايه التعادل بطعم الخساره للنادي الاهلي. اه طبعا مفيش شك، خاصه في الاداء اللي حصل. احنا قلنا الشوط الاولاني كان هادي جدا جدا من الفرقتين، بس النادي الاهلي كان مسيطر على الشوط الاول. صحيح مفيش فرص كتيره يمكن بتاعت شريف في اول دقيقتين ثلاثه، لكن احنا اللي كنا مسيطرين برضو رغم هدوء التام اللي كان موجود في الشوط الاولاني. واتفقنا تقريبا كلنا انه لازم يحصل تغييرتين في الشوط الثاني عشان اللعيبه تزود كميه الجري والسيطره على وسط الملعب والخطوره. ففعلا نزول قفشه وطاهر فعلا ادى دفعه كويسه جدا 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 في بدايه الشوط، ويمكن احسن فتره النادي الاهلي لعبها اللي هي من بدايه الشوط الثاني لحوالي تلت ساعه كده او 15 دقيقه من بدايه الشوط الثاني. الهدف سريع في الدقيقه 56، طاير مشي وشاط كويس، بعديها قفشه واحده في القائم، بعديها واحده من قفشه للشحات ممكن تيجي جون، وتحس الاهلي سيطر واداؤه تحسن كتير عن الشوط الاول من حيث الحيويه حتى بتاعه اللعيبه، من حيث الاستلام والتسليم، من حيث الخطوره، من حيث المسانده الهجوميه الكويسه من طاير وقفشه لشريف قبل ما ينزل طبعا صلاح وكده. لكن بعد تلت ساعه ربع ساعه النادي الاهلي ابتدى يتراجع لنص ملعبه. هي ما تقدرش تقول سيئه في كره القدم، ولكن خاصه كمان في تتالي المباريات المستمره ده، ولكن كان لازم برضو تركز اكتر انك الفرص اللي تجيلك تنهيها عشان 2-0 بحاله الجونه دي. يعني من اسوأ ماتشات شفتها لهم تقريبا. يعني احنا يمكن ماتش المصري طلعنا كسبانين 2-1، لكن المصري حاول وكان ليه فرص وبتاع. ماتش امبي احنا طبعا كنا متفوقين ونكسب وكسبنا، لكن امبي حاول نسبيا الشوط الثاني. ايضا ماتش سموحه اللي برضو اللي يجي في التالي في الاداء بعد جون، بعد الجونه ما كانوش عندهم خطوره قوي، خسرنا الثلاث نقط. النهارده يعني لولا الضربه الثابته ديت نجيب الصراحه عملها كويس قوي. يعني هي صعبه، كان ممكن طبعا المدافعين يتعاملوا معاها احسن من كده، ولكن ده بيحصل في كره القدم. هو نجيب برضو جابها بصعوبه، يعني في وضع صعب وراحت في الزاويه البعيده، يعني هدف من لا فرص. يعني هي دي صح. تقريبا الكره اللي راحت ناحيه الشناوي، مفيش اي محاولات شرسه من فرقه الجونه، رغم انه لما نزل كريم الطيب ورجب وألان كيامبادي وعموري الاربعه في الامام الى حد ما تحسن ادائهم الهجومي شويه، ولكن بدون خطوره. يعني تحس ان بقى في نشاط شويه، حيويه شويه، لكن مفيش اي خطوره منهم. تقريبا الكره الوحيده اللي راحت على المرمى. احنا زي ما علاء قال، الفتره اللي احنا استسلمنا فيها بعد ال 20 دقيقه الاولى من بدايه الشوط الثاني اللي هي افضل فتره النادي الاهلي لعب فيها. صلاح محسن نزل، يعني ما كانش شريف كان تعب وكان لازم يطلع. محمد هاني نزل مكان الشحات، ودخل بيكم ثالث في وسط الملعب. كان ممكن كمان يحصل تغييره بدل شريف، يطلع مثلا بيكم ويستمر اكرم وديانج ونزود واحد بنفس اسلوبنا. يعني كان ممكن، بس مش هي دي السبب الرئيسي في الهزيمه بصراحه، في التعادل. لان برضو رغم كده زي ما قلنا فرص ما فيش فرص لفرقه الجونه. هارد لك. يعني هم فعلا نقطتين سهلين راحوا مننا، خاصة بعد تعادل الزمالك امبارح، ولكن كرة القدم كده، وإن شاء الله نكسب المباراة الجاية والأداء يبقى أفضل والنتيجة تبقى أفضل إن شاء الله.